نفحات ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة عظيمة القدر، رفيعة الشأن، من حاز شرفها فاز وغنم، ومن خسرها خاب وحرم. العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. ليلة مباركة أنزل فيها القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يكثر فيها نزول الملائكة إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، حتى إنها لتضيق بهم من كثرتهم، بل حتى إن جبريل عليه السلام ينزل إلى الأرض لجلالة قدر هذه الليلة وعظمتها عند الله سبحانه، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهي ليلة خالية من الشر والأذى، تكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، كما قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة سالمة من كل سوء وكدر، طلقة سمحة معتدلة، لا حارة ولا باردة، منيرة مضيئة، لا يرمى فيها بنجم، ولا ترسل فيها الشهب، ولا يخرج شيطانها حتى ينبلج الفجر. وتطلع الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة لا شعاع لها. ومن جلالة هذه الليلة أنها ليلة التقدير السنوي، فيفصل فيها ما في اللوح المحفوظ إلى صحائف الملائكة من أحداث الدنيا والوقائع العامة والخاصة التي تحصل في الكون للسنة القادمة، كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فلا عجب إذن أن تكون العبادة فيها والطاعات أفضل وأعظم أجراً من عبادة ألف شهر، أي أكثر من 84 عاماً. وقد تحرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على تحريها، وهي في العشر الأواخر قطعاً، والغالب أنها في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والمشهور عند كثير من العلماء أنها تتنقل في الغالب، وليست ثابتة في ليلة معينة في كل الأعوام، وهذا التنقل مقصود حتى يجتهد العبد في العشر كلها ولا يتكل على ليلة واحدة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل ما نقول إذا وافقنا هذه الليلة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فالاجتهاد فيما بقي من هذه الليالي العشر علنا نوافق ليلة القدر. فالأعمال بالخواتيم، والسابق من سبق في هذه الأيام والليالي، والمحروم من حرم الخير والمغفرة والأجور في رمضان، والأعظم حرمانا وخسرانا من حرم من رحمة الله وفضله ومغفرته في ليلة القدر، ولا يحرم خيرها إلا محروم مخذول، ولن يهلك على الله إلا هالك، والله يريد أن يتوب عليكم.